الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في جمعنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا وجازيه عنا أفضل الجزاء. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فلازلنا مع أول الخلفاء الراشدين، وهو سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي سماه الله تعالى ثاني اثنين، حيث يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلما أذن الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم بالهجرة المظفرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو نائم، فأيقظه وقال له: قد أذن لي بالخروج، قد أذن لي بالخروج، يعني قد أذن لي ربي بالهجرة. تقول أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما: فرأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح، فرأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. قالت: فخرجا حتى أتي الغار فمكث فيه ثلاثة أيام. ولولا ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التامة بأبي بكر الصديق ما صاحبه في هجرته واستخلصه لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فارق كل شيء إلا أبا بكر، اختاره لصحبته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر الصديق ويكرمه ويجله ويثني عليه في حضرته. وقد شهد أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان بالحديبية وفتح مكة وخيبر والطائف وتبوك، كما شهد معه حجة الوداع. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رايته العظمى يوم تبوك لأبي بكر الصديق، وكانت سوداء. وكان أبو بكر الصديق من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولما ولى الناس يوم حنين. وكان أبو بكر الصديق من الصحابة
الكرام الكبار العظام الذين حفظوا القرآن العظيم كله. وهكذا نجد أن سيدنا أبا بكر لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة من الغزوات، لم يتخلف في أي غزوة ولا في أي وقعة، بل كان لا يتخلف دائما ويصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما حل وارتحل. وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق عليه من ماله الخاص ويكثر صحبته ويصاحبه ويؤازره ويدافع عنه، وهو الذي دفع عقبة بن أبي معيط لما خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة خنقا شديدا، فدفعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الشيخان، يعني حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأعتق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبعة من الذين كانوا يعذبون في الله تعالى، أعتق رضي الله عنه سبعة من الذين كانوا يعذبون في الله تعالى، وهم بلال وعامر وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وأم عبيس. هؤلاء السبعة كانوا يعذبون في الله تعالى. لماذا يعذبون في الله تعالى؟ لأنهم آمنوا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، فكان المشركون يسومونهم سوء العذاب ليردوهم عن دينهم إلى عبادة الأوثان، ولكنهم بقوا صامدين صابرين حامدين شاكرين. والكل يعلم قولة بلال رضي الله عنه المشهورة ويقول: أحد أحد، حتى اشتراهم أبو بكر الصديق بماله الخاص وأصبحوا أحرارا بعدما كانوا عبيدا رقاء، أصبحوا فرحين برسول الله وبدين الإسلام وبأخوة المسلمين. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح، أي إذا مدحه الناس، يقول: اللهم أنت أعلم بنفسي منهم وأنا أعلم بنفسي منهم، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تواخذني بما يقولون. اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تواخذني بما يقولون. وعن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، ووافق ذلك مالا عندي، يعني كان عند عمر مال كثير في تلك اللحظة. يقول عمر: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر.
قال فذهبت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. فقال له رسول الله ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله، يعني النصف. فإذا بأبي بكر الصديق يأتي بكل ماله، بكل ما يملك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. عندها قال عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا. وكان الصحابة الكرام يبحثون عن التجارة، كانوا يبحثون عن التجارة، لكن تجارة الدار الآخرة. كانوا يبحثون عن أشياء يتاجرون فيها مع الله تعالى. فخرج عمر بن الخطاب إلى أطراف المدينة ووجد خيمة فيها عجوز وليس لها أهل يقومون بأحوالها، فصار عمر يتاجر فيها مع الله. وصار كلما صلى الفجر إلا وأتى تلك العجوز وصنع لها طعاما وأعد لها شرابا ونكس خيمتها ورشها وذهب إلى حال سبيله. لكن ذات يوم جاء إلى الخيمة فجد أنهم سبقوه إلى ذلك العمل. فسأل تلك العجوز من قام بك؟ قالت يا سيدي جاءني رجل وفعل ما ترى وأمرني ألا أخبر به، وفي اليوم الموالي أتى عمر مسرعا لكنه وجد الرجل قد سبقه أيضا. فقال والله غدا لآتين باكرا حتى أعرف من هذا الذي يسبقني. فذهب عمر قبل صلاة الفجر واختبأ أمام الخيمة وأخذ يترقب من هذا الذي سيأتي. بينما هو يترقب من الذي سيأتي فإذا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخيمة. أتقابل ذلك وقام بشؤون العجوز ثم خرج إلى حال سبيله. فقال عمر كلما سبقت أبا بكر إلى خير إلا وسبقني إليه، كلما سبقت أبا بكر إلى خير إلا وسبقني إليه. وعن سيدنا عمرو بن العاص وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس جيش ذات السلاسل، يقول رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب ثم عد رجالا. هذه مرتبة أبي بكر وعمر من رسول الله. أول من كان يحب من الرجال أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. قال فقال أبو بكر الصديق يا سيدي يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعهده، إن أحد شقي ثوبي يسترخي
إلا أن أتعهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت لست تصنع ذلك خيلا، أنت لست تصنع ذلك خيلا. فرضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعن باقي الصحابة الكرام البررة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين.